لعبة افياتور حرام. أصدر الأزهر الشريف فتوى بتحريم لعبة الطائرة أفياتور المثيرة للجدل على السوشيال ميديا ومنصات الألعاب الإلكترونية. وفي بوست على فيسبوك أكد أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عباس شومان إن لعبة أفياتور بتمثل نوع من أنواع المقامرة اللي حرمها الله عز وجل، وبالتالي يأسم لاعبها والمكان اللي بيسهل لعبها. وشدد الأزهر الشريف على إن المكاسب المالية المتحققة من اللعبة هي مال حرام. حيث تتضمن قمار أو مراهنات مالية محرمة، لأن الألعاب اللي بتعتمد اعتماد كلي على الحظ محرمة تحريم قاطع، لأنها بتتعارض مع مبدأ الإسلام وبتؤدي إلى الإدمان وإهدار المال. لعبة أفياتور لفتت الانتباه من 2019 وعملت ثورة في مجال المراهنة والألعاب بشكل ما حصلش قبل كده في التاريخ، واللعبة طورتها الشركة الرائدة في تقديم ألعاب الكازينو والمراهنات برايب جيمز، وزادت شعبية اللعبة في كل أنحاء العالم بشكل سريع، لدرجة أن أكتر من 2000 شركة مراهنات وكازينو اعتمدوا على اللعبة مع زباينهم. والإحصائيات بتقول إن بيستخدمها النهاردة حوالي 10 مليون لاعب، ومبدأ اللعبة قايم على إن بيقوم اللاعبين بالمراهنة على طيارة افتراضية قبل الإقلاع، ولما تفضل الطيارة دي لفترة طويلة في الهواء بتزيد قيمة المضاعفة، وده بيزود المكاسب المحتملة. وعشان ياخدوا المكاسب دي لازم اللعيبة يسحبوا الفلوس قبل ما تختفي الطيارة من على الشاشة. ومفيش طريقة للتنبؤ بنتيجة لعبة أفياتور، لأنها لعبة حظ ونتيجة كل جولة عشوائية تماما، ومش ممكن التنبؤ بيها خالص. ومع انتشار استخدام اللعبة في المجتمعات العربية أصدر الأزهر الشريف بيان واضح بتحريمها.